مشروع اسمه مدرسة الزواج، وازاي ممكن نتعلم من خلاله مجموعة من الدورات التدريبية اللي ممكن تغير مفاهيم كتير قوي واساليب كتير قوي لاختيار شريك الحياة وشريكة الحياة. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. الناس اخدوا دلوقتي، يعني بعد ما كان صعب قوي حكاية الدكتور النفساني والزيارة بتاعته تبقى في السر ومحدش يقول انا هروح لدكتور ولا استشاري ولا مارج كونسلتنت زي ما بيقولوا، دلوقتي في مدرسة الجواز واربع مراحل. الجرأة دي والفكرة دي جات لحضرتك ازاي؟ الحقيقة كان في مجموعة من الاصدقاء عاملين جمعية كان اسمها جمعية المطلقات والمطلقين، يعني هم عاملين جمعية معنية اصلا بالمطلقين، شؤون المطلقين، يعني عايزين يعملوا حاجة، يعني عايزين يعملوا نوع من انواع نقول عليها ايه، انت مش لوحدك او انت مش لوحدك، موضوع يعني نقدر نقول العناية بنفسية مرحلة الطلاق وما بعد الطلاق والتأهيل النفسي كمان، انها ازاي ده مهم جدا على فكرة ان احنا نؤهل المطلقة او المطلق لثلاث حاجات. المفروض الحاجة الاولانية ان هو يتقبل الفكرة ويواجه بيها المجتمع عشان ما يحسش ان هو معيوب او تحس ان هي على راسها حاجة غلط يعني. الحاجة التانية ان هي ازاي تبقى جاهزة انها تستقبل الحياة مرة اخرى، تنزل تشتغل تصرف على نفسها بعد ما كانت مثلا فترة من الزمن معتمدة على آخر يصرف عليها. المرحلة الثالثة اللي تبقى جاهزة لعلاقة جديدة عشان ما تقولش خلاص بقى أنا مش عايز أتجوز تاني وكانت تجربة فاشلة وتفقد الأمل في فكرة الجواز، وزي في كتير قوي بنشوفهم ينعل الزواج وسنينه ويبدأوا يعني ياخدوا شكل سلبي شوية تجاه الزواج مرة أخرى. فجت الفكرة، طب نسبة الزواج نسبة الطلاق العالية ديت جت منين؟ أيوة. وكنا قاعدين في 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 مدينه الرحاب، كنا قاعدين بنعمل زي ايه نوع من انواع التناظر يعني، فالاراء كلها اعتمدت على قله الخبره، وكان نمره اتنين سوء الاختيار. ايوه. طب قله الخبره وسوء الاختيار دول من اهم العوامل فعلا اللي المفروض يكونوا بينجحوا جوازه او بيفشلوا جوازه. طب مين مسؤول عن التعليم ده او عن هذه المعلومات؟ الام المشغوله بنفسها او مشغوله بولاد التانيين او مكسوفه تتكلم مع بنتها قبل الجواز، او الاب المشغول ورا شؤون الحياه. طيب يعني معنى كده ان احنا محتاجين ايه يا جماعه؟ كلمه طلعت واحنا قاعدين في الجلسه دي، لا يبقى احنا عايزين مدرسه فعلا، عايزين ندرس. دي جلسه يعني نوعها ايه الجلسه دي؟ ده كانت ندوه مثلا او حاجه؟ هي ندوه بالظبط كده، احنا كنا بنعمل ندوه اسبوعيه بنناقش فيها، كانوا يعني هم بيسالوني ان انا احضر معاهم، وكنا بنسال ايه الحاجات اللي بتؤرق المطلقين والمطلقات. أيه. فكانت من ضمن الدردشات اللي بندردشها اللي هي اسباب الطلاق. كان ساعتها صدفت ان كان في جمعيه اسمها جمعيه المشرق تابعه لمدرسه الدولاسال اللي هي في شارع تبع الكنيسه مجمع الكنسي المصري. أيه. يعني والحقيقه هم كانوا كمان عندهم نفس الوعي، فاحنا رحنا عملنا هناك ندوه وابتدينا اللي هو تدشين الفكره عندهم. أيه. وهم الحقيقه هم يعني هم عندهم الوعي دوت بالنسبه لتدريس هذه مثل هذه العلوم للمقبلين على الزواج من الاقباط. ايوه. فالفكره فكره يعني انا شايفها انها جديره جدا بالتطبيق ومحتاجه دعم كمان من الدوله، لان هي دي اللي بيبقى على اساسها اخراج الجيل القادم من المصريين هيكون عامل ازاي. لانك لما تضمني ان الزوج والزوجه يختاروا بعض صح، اكيد اولادهم هيطلعوا صح طبعا، اللي هم اولادنا اولاد مصر يعني. ايوه. احنا المدرسه دي اللي انا فهمته ان هي اربع مراحل هناخدهم مرحله مرحله كده نتكلم فيهم. المرحله الاولى اللي هي ما قبل الزواج، دول اللي هم مخطوبين ولا متصاحبين ولا لا لسه خالص ما يعرفوش بعض خالص؟ خالص يعني هي بنت خلاص عدت مرحله المراهقه ومفروض داخله على فكره النهارده، ما الجواز ده مش احنا بنقول عليه سنه الحياه؟ ايوه. والام والاب بيسموه ليله العمر للبنت، طول عمرها مستنيه ليله العمر دي. ايوه. فهي عندها الاحلام بتاعتها قبل ما تخش حتى تتعرف على حد. القصه كلها بقى ان احنا بنعلمها ازاي تختار، اللي هي اسس اختيار شريك الحياه. يعني دي اللي هي زي ما بيقولوا كده مرحله ممكن تبقى متصاحبين او متعرفين على بعض، لان احنا عاملين تقرير يخص النقطه دي، فانا عايز حضرتك تقول لي المرحله دي ازاي، يعني هيعرفوا ازاي احنا رايحين المدرسه؟ هتروح لوحدها وتقابل هناك حد، ولا هي هتروح هناك مع الشخص اللي هي عايزه تتعرف عليه؟ تقابل حد، دي احنا كنا قلناها الاسبوع اللي فات وقلنا على فكره محاربه العنوسه. هي الفكره كلها ايه يا استاذه حنان؟ هي انا عايز اقول للناس ان ما تستهتروش بفكره ان بنتك تبقى مؤسسه صح، مؤسسه يعني تم تاسيسها بشكل عملي وعلمي وشكل مدروس ازاي فعلا تختار شريك الحياه. الدليل على كده ايه؟
ان كل بيوتنا وكل اصدقائنا واولادنا واخواتنا الكبار اللي اتجوزوا ليه بيحصل لهم الصدمه بعد الجواز؟ لما انت تيجي تدرس تقول انا يعني الجواز ده مقلب، بنسمعها كتير قوي. طب مقلب ليه؟ ما هو مقلب دي عشان هو عانى بعد ما اتجوز. تيجي بقى تشوف الحاله السابقه اللي قبل لما قبل الزواج، تجد كان في حب وكان في عاطفه وكان في توهج في العلاقه، وكان في بيحارب حتى باباه ومامته او هي باباها ومامتها عشان تتجوز هذا الشخص. يبقى معنى كده ايه؟ ان كل هذه الفتره كانت غلط. ليه؟ لانك فاهمه غلط، فاهمه فكره الجواز غلط، او هي مش فاهمه ايه اللي محتاجاه من هذا الشخص عشان تسعد بعد ما ترتبط بيه. فمهم جدا لكل اب وكل ام بيسمعونا النهارده ان يعني هم يدوا الوقت الكافي او يبعثوا اولادهم عندنا يعرفوا ايه اسس اختيار شريك الحياه. حلو. ليه كورس مكثف؟ كورس مكثف 60 ساعه بيتاخد على 5 ايام. انت سمعت حضرتك قبل ما تدخل كان معانا الاستاذه فريده اطلقت كلمه غريبه جدا على الجواز، قالت مقبره المواهب. ما هو هي مقبره المواهب دي كلمه حقيقيه في حاله عدم الادراك الحقيقي لمعنى الجواز. لان هي الفكره كلها عباره عن ايه؟ الجواز مش سيطره، يعني مش المتزوج ده او اللي هو اللي خاص اللي هيتجوز لازم بقى داخل يفرد عضلاته وهيسيطر بقى على الموقف، يذبح القصه يعني. فيبتدي بقى شغل، لا عمل حتى خاص، لا هوايات ده كلام فاضي، خروج مع اصدقاء ده تضيع وقت. كل ما هو خارج عن البيت وعن الزوج بيعتقد ان هو ده تضيع وقت. فالزوجة طبعا بتسمع الكلام عشان تبقى بتسمع الكلام، عشان هي خارجة من بيت لو ناقشت باباها تبقى قلة الأدب، لأن ازاي تتجرأي وتناقشي باباكي؟ أو ازاي تتجرأ وتلسها تقاوح؟ يعني عارفة احنا متربيين على كده. أيوه. السمع والطاعة فقط. أنا بسميه القهر الأسري. فطبعا هي لو طالعة من هذه البيئة بيحصل إيه؟ بيحصل هي كمان بتبقى بصة إكبار وإعزاز. ودي كلمة نصيحة لكل الرجال اللي بيشوفونا النهاردة، أن المرأة لما بتخرج من بيت أهلها بتبقى خارجة وليها أوريدي متعودة على نظرة إكبار للرجل، لأن النموذج الوحيد اللي موجود في البيت قدامها بيبقى مين؟ أبوها، الأب طبعا. فالراجل هو اللي بيهدر هذه الفرصة لو أساء استعمالها، لو دخل في ندية، لو دخل في تصارع وتطاحن معاها، يبقى انت نزلت بمستواك. بمعنى ايه؟ يعني بتقول لا انا يعني حته الاكبار اللي عندك ليا كرجل دي بلاش منها. فدي برضو نصيحه للرجال اللي بيشوفونا يتعلموا منها، ان هو يبقى الاب كان بيحتوي وبيطبطب مفروض، وكان بياخد نظره الاكبار ديت. فانت لو قمت برضو بالاحتواء ده وبالاعطاء الامان والاحساس بالامان ليها، اكيد هيتظل عندها نظره الاكبار ديت ليك. طب احنا خدنا اول خطوه اللي هي ما قبل الزواج، اللي هي كيفيه اختيار شريك الحياه. بالظبط. تاني خطوه هو الكورس التاني بقى بنعلمهم فيه اللي هو اول سنه جواز. ايه المشاكل المتوقعه؟ الاختلافات النفسيه والتكوينات النفسيه للرجل والمراه، اللي دي مهمه جدا. ايوه. يعني تبقى عارف مثلا هو الراجل لما بيبقى داخل ومش عايز يتكلم اول ساعه، ده مش معناه ان هو ثلاجه، ومش معناه ان هو ما بيعرفش يتكلم، ومش معناه انه، وهي طبعا بتبقى متشوقه لحضوره مره تانية للبيت وعودته، عشان هي قاعده طول النهار ايه؟ ما بتتكلمش، فمستنيه اي حد بس يعدي عشان تقول له تعالى نقعد نتكلم بقى ونحكي. بس احنا بنتكلم على نموذج قليل قوي دلوقتي، البنت اللي هي لسه متجوزه ولسه قاعده في البيت مستنيه جوزها. يعني هو دلوقتي كله بيشتغل وكله مشغول، وهي متشوقه وهو اكيد متشوق. يعني انا اعرف واحده بتشتغل زي جوزها بالظبط، بس قبل ما بتطلع من البيت بتقعد ساعه في العربيه او نص ساعه بتقولي بسمع اي حاجه، اخبار، اغاني، مزيكا، قران، اي حاجه قبل ما اطلع البيت علشان اطلع مبتسمه واطلع امارس بقيه يومي عامل ازاي. فيعني مش بالضروره ان حضرتك بتتكلم برضو على نموذج قليل. فين دلوقتي الجواز اللي انا شايف الاغلبيه فعلا طبعا اللي هي ما بتشتغلش؟ المراه وهم بيسمعونا دلوقتي يا ريت يتصلوا بينا يقولوا لنا، يعني المراه لو سالتيها ديب انسايد قوي من جوه، ايوه، عايز تقعد في البيت تبقى مستتته زي ما بيقولوا. يعني هي ديب انسايد كده، لان هو تحقيق الذات ليس بالوظيفه، تحقيق الذات بقيمه المضافه للمجتمع او من حولي. بالظبط. عشان بس ما نضحكش على بعض. لا طبعا طبعا انا معاك 100%. هي لما بتخرج بره بتضيف قيمه للمجتمع ولا ما بتضيفش؟ هو ده المفروض سبب السعاده. واحنا بنفهمهم في الكورس دوت المسؤوليات كمان، مش بس فكرة. أنا ضربت مثل صغير بفكرة
التعامل مع الآخر. أي. يعني بنقول إن دايما إن المرأة والرجل عندهم ثلاث تكوينات رئيسية ثابتين، اللي هي إيه؟ العقل أو تصريف العقل، العاطفة والغريزة. أي. دول الثلاث مكونات الرئيسية عند الرجل والمرأة، ولكن بنسب مختلفة، متفاوتة طبعا، مختلفة. الراجل حاجة والست حاجة، لكن بالضبط. نفس التكوينات موجودة. فالرجل مثلا لديه كثير من تصريف العقل، والمرأة لديها الكثير من العاطفة، والرجل عكس عنده قليل من العاطفة، ومشتركين تقريبا في نفس النسبة بالنسبة للشهوة والغريزة. أي. فلما نجد مثلا أن المرأة دايما بتفكر وبتزعل وبتطبخ وبتتخانق بعاطفة، ليه صعبان عليها قوي الموقف ده؟ مش بس بتدرسه واحد زائد واحد يساوي كام زي ما هو بيدرسه بطريقة تحليلية بحتة. عشان كده دايما الصدام بيحصل. أي. ان الرجل بيعتقد في بعض الامور ان هي منفعله قوي، ليه الموضوع ما يستاهلش، هو شايف كذا. ايوه. لكن هي من وجهه نظرها لا، هو الموضوع ده، لان احنا لو فتحنا دماغ الست هتلاقي الست دماغها متقسمه بوكسات، بوكسز يعني، كل بوكس زي التاني، نفس الحجم. أيوه. نفس المساحه، فتلاقي خناقه كبيره جدا بتتم عشان مامتها، ونفس القوه ونفس الحجم بتتم عشان زميلتها من ايام المدرسه. فالزوج استغرب، لا طب يعني ما انفعلتي قوي عشان مامتك، ماشي دي مامتك، لكن نفس الانفعال بنفس الخناقة بنفس الطريقة التصعيد نفس التصعيد عشان زميلتك أيام المدرسة مثلا يعني. فتلاقي دايما بقول لهم ايه، انت لما بتيجي تقدر هذا الشيء او موضوع معين او خناقة معينة وتديها درجة من 10، ممكن الرجل مثلا يديها ايه، يقول ده موضوع هايف ما يستاهلش، يديله 2 من 10، لكن عند المرأة لا، شايفاه مهم جدا، ياخد 9 من 10. هو هو نفس الموضوع ده سبب الكونفليكت. فبنعلمهم التكوين النفسي للمرأة والرجل، بيدرسوه كدراسة سطحية عشان يعرف الاختلافات جايه منين. الاختلافات مش مقصود بيها ان انا بقى عندك وبس، لا ده انا كده، انا تكويني كده. في حالات كتير بتيجي لحضرتك في سنه اولى جواز؟ الحقيقه بصي انا ما انكرش ان الموضوع صعب. أيه. يعني هي فكره ساعات في ناس بياخدوها باستخفاف في الاول طبعا، وفي ناس في الاول بياخدوها بتعجب، هو فعلا في حد بيجي لك؟ اقول لهم اه في حد بيجي. هي القصه كلها في ايه؟ النهارده لما اجي اسال حضرتك بتتعلمي الاتيكيت في مدارس اتيكيت؟ ايوه. تعليمي ازاي الجواز؟ مسؤولية الزوج على ريحة الزوج. الزوج والقوامة بتاعته بيتعلمها فين؟ لا مدرسة ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي ولا جامعة بتدرسها. طب لو الأم والأب مش فاضيين يعلموها، هيتعلمها منين؟ ياخدها من أصحابه اللي سبقوه في الخبرة، ويا ريت حتى تبقى خبرة صالحة، بنسميها خبرة منتهى الصلاحية، لأنها تمت مع ناس آخرين في زمن آخر. فبالعقل وبالمنطق، هل الزواج ده مش فنون؟ هل المعاملة بين الرجل والمرأة مش فنون؟ ليه بننكر ان احنا نتعلم؟ طيب يبقى كده خلصنا الاولى والتانية. نعم. التالتة، هي التالتة بقى دي اصعب حاجة واهم حاجة، واحنا دلوقتي بنحاول ندور كده مع في نفس المؤسسة اللي كلمت حضرتك عليها الاسبوع اللي فات، ان احنا معنيين بالتنمية الاجتماعية. أي. ان احنا نسن قانون او يعني نقترح قانون ان مع شهادة الميلاد لا تطلق، يعني ما تستخرجش شهادة الميلاد الا لما ياخد شهاده الاب والام من المدرسه دي او مدارس اخرى ان هو حضر الكورس الثالث ده، اللي هو ايه بقى، كيف يكون ابا وكيف تكون اما، عشان يطلعوا جيل صالح، عشان يطلعوا جيل صح. ما ينفعش ان انا اروح اتجوز واخلف واطلع عقدي كلها على اللي قدامي واقول انا هعمل ايه، ما انا كمان اتربيت كده. هم مش بس علشان يطلعوا جيل صح، هم عشان كمان يعرفوا امتى يقرروا ان الجيل ده يطلع، ما هو جايز يبقى هما مش مستعدين. لا طبعا ديفنتلي اكيد، عشان كده بنقول لحضرتك ايه، بنقول انا بقول يا ريت حد يكون بيسمعنا من المسؤولين النهارده ويتبنى الفكره، لان هي الفكره مقصود بيها حاجه بسيطه جدا. يا سيدي عايز تخلف، اهلا وسهلا، ما بنحرمكش انك تخلف، ولكن يجب عليك ان تعي هذه المهمه وخطورتها على المجتمع ككل. ايوه ككل. هو النهارده لما يربي طفل عنيف ويطلع هذا الطفل يروح مدرسه، مش بيرجع ابنك او ابني او ابن الجيران رجع بيعيط كل يوم عشان هذا العنيف بيضربه او بيتسلط عليه؟ لا، وبيرجع العنيف ده اكيد بقى مطرود ومتبهدل ومتبهدل. انا بتكلم على انا كمعاناه بدون بشكل غير مباشر. أي. يعني هو ربى غلط، طلع شخص عنيف، العنيف دوت لو اساء التصرف وتم مثلا رفضه من مدرسه وبقى صايع وبقى بلا عمل، هو ده اللي ممكن يكون مثلا ذو حرفه بس عنيف عليا. ايوه. او ممكن يكون هما الناس اللي هما اللي بيطلعوا في الشارع ويجرح لك العربيه بمسمار. ايوه فاهمه قصدي؟ عايز اقول ايه، جيل غير صالح، غير العنف، ممكن يبقى جيل كئيب، ممكن يبقى جيل حساس زياده، جيل مريض. نعم. يعني
لا. عشان كده بقول ان هي مسؤوليه مجتمعيه للكل. ما نستهترش بفكره ان الاب والام لازم يكونوا واعيين تماما تماما، بقول تماما، وحط تحت تماما دي 10 خطوط حمراء لفكره ازاي اربي قبل ما اقرر زي ما حضرتك قلتي اخلف او اجيب طفل لهذا العالم. ايوه القصه مش بس في التربيه، كمان احنا بنخاف قوي 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 من نقطه ان هو فكره الثواب والعقاب اللي بتطبق على حسب ما هو تربى، فبيبقى موروث ثقافي وموروث اجتماعي بيتم قهره وفرضه على الاجيال متلاحقه، يعني بالتوالي زي ما بيقولوا. يعني انت خرجت كده البنت هتطلع كده والبنت هتطلع كده مع اولادها وهكذا. فاذا النهارده بقت عامله زي حاجه جينيتكس، يعني بقى كانها بقت جينات، انا بسميها جينات اجتماعيه. طب ما حصلش ابدا في المرحله دي ان جه الام والاب مثلا وفجاه واحد فيهم اعترض او انتقد او مش عايز يكمل، حد فيهم عايز يكمل والتاني مش عايز يكمل؟ بتحصل كتير، ويقول لها انا كويس انا سليم انت بقى يعني اتصرفي انت، اتصرفي انت، اه هو العيب عندك انت، انت فاهمه ازاي؟ انت عارفه برضو عندنا المجتمع بتاعنا متربي ازاي؟ طبعا. يعني دايما الراجل شويه كده يعني شايف ان هو مش مفروض ان هو يبقى قاعد، وان هو قاعد تفضلا منه، واللي هي بتشتكي فاللي بيشتكي هو اللي اتصرف بقى، انا كده بره الموضوع. اه اصل احنا عندنا هنا سياسه في المجتمع المصري اما حد بيوجه لحد حاجه مش معناه ان هو بيوجهه علشان هو كويس وعايزه يبقى احسن عشان يفيد مجتمع تاني ويفيد اجيال يفيد اولاده، لا هو بيوجهه يبقى ده معناه ان ده نقص في الشخص بالذات، لا فيعني مش اي حد يتقبله. فعشان كده ده سؤالي يعني. بصي انا يعني انا ساعات لما بقعد افكر عاده في شغل التحليل النفسي عامه هي بيخش في جميع المجالات على فكره، في كل التخصصات ممكن يدخل. القصة الوحيدة اللي هي عبارة عن الإدراك، إنك تدركي إن ده صح أو تدركي ده في مصلحتك قبل ما تتفاعلي معاه بالشكل الظاهري بتاعه. فده بنقول عليه فن الإنصات، فن الصمت، يا ريت كل الناس تتعلمه، لأنك النهاردة أساس تعاستك لو قاعدة مع جوزك، إحنا هنقيس على كل المجالات، علاقة الست بجوزها، تعاستك في العلاقة دي بيجي نتيجة ايه؟ سوء الفهم، وبالتالي تحس نوع من انواع القهر او دخول الخوف. كل دي الخوف والقهر وسوء الفهم اساسها ايه؟ سوء تواصل طبعا، واساس التواصل هو الانصات. فلو لم ينصت احدهما للاخر هيخش بقى كل واحد بعملية اسمها الفرد، اللي هي بقى بيفترض الاسامشن، ها كل واحد بقى تؤسيهم لا هو كان قصده كذا. عشان كده دايما بقولهم اول حاجه تعودوها مع بعض ايه؟ ما تفترضيش اي حاجه خالص. نمره 2 لازم تتقبلي الشخص كما هو. انا بقبل الشخص الاخر شريكي زي ما هو، انا مش باخده من بيت اهله عشان اقعد انجر فيه واصلح فيه واعمل فيه سكاربتشرينج او يعني نحت عشان اشكله، لا. اصل يعني لو تواجدت حكايه الافتراض هتتواجد نظريه المؤامره. ما طبعا ده اساسي اساسي. والحاله الثالثه بقى لازم تعمليه سبورت، لازم لازم تتقبليه زي ما هو قلنا، وكمان تأيديه وتشجعه او العكس. دول اهم 3 حاجات للعلاقات، فلو فهمناهم صح هتلاقي ان العلاقه الزوجيه دي بقت احسن على احسن ما يكون، وان هي علاقه تكامليه مش علاقه تنافسيه. يعني مش واخدين بعض عشان مين ينتصر، او داخل الخناقه دي هي المره اللي فاتت هي كبستني انا المره دي مرقبناها عشان اكبسها عشان اخد بطاري. وده واقع طبعا. ده واقع. طب انا عايز اعرف بقى المرحله الرابعه اللي هي احنا مجهزين لها دلوقتي تقرير، اللي هي الصداقه، اللي هي فتره المراهقه، فتره المراهقه، فتره الوصول لمرحله المراهقه دي بتدوها لمين؟ للاب والام برضو؟ الاب والام طبعا. والولاد لو حابب يجيب ولاد انا بقول له اهلا وسهلا يا ريت. طب مش هو ده احسن؟ طبعا، لان انا بقول له خليه يحس، ما هو ده السبورت بقى. آه. ان انا جاي عشانك. يعني انا اب بقول له كده، بقول لابني انا رايح الكورس ده عشانك انت، فبديله قد ايه اهميته عندي. وهنقول بعد التبس الصغيره كده، يعني انا كنت حابب نقول دوت بس نسمع. طب ناخد التقرير ونرجع لكم تاني مع دكتور مدحت. مجتمع شرقي ما عندناش الصداقه دي. لا ما هو في علاقه، ما هو مش اي علاقه، ما خلينا نتكلم في طبقا للدين. الدين بيقول لك حرام،
يعني حتى في القرآن بيقول لك افصلوا بينهم في المضاجع ولادك انت، مش تقول ليش علاقه بين شباب وبنات. ايه العلاقه بين الشاب والفتاه؟ هي اساسا تعتبر حرام في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، يعتبر حرام. في حاجه اسمها زماله، الاثنين في مدرسه الاثنين في جامعه، زماله في حدود المكان اللي هم فيه، غير كده لا، لا تليفونات ولا موبايلات ولا الكلام ده كله، ولا نتقابل بره ولا بنذاكر مع بعض. والدعوات اللي بيدعوها مجموعه من الناس النهارده او احزاب معينه ده كله فاشل، ما ينفعش معانا. حدود العمل، حدود المدرسه او الكليه، لا اكثر ولا اقل. مش كل هيكون عيب ومش كل هيكون حرام، يعني مثلا في علاقه بتبقى في نطاق شغلي يعني، فدي ما تقدرش تقول عليها حرام وما تقدرش تقول عليها عيب. لكن في العلاقات الثانيه اللي احنا بنشوفها في الشوارع، في الحاجات ديت، في الكافيهات، في النوادي، في الحاجات ديت، اكيد طبعا هتكون عيب وحرام الاثنين. لا هي لا عيب ولا حرام، بس المفروض تبقى في حدود، في رقابه من الاب او الام او الموجودين في البيت عامه على البنت اذا كان سنها صغير، فلازم ندي لها مساحه ان هي يبقى لها شخصيه بس على اساس سليم. لا هي اذا تعدت عن حدودها فيها طبعا حرام، وهو ما يعني ما فيش حاجه اسمها صداقه بين رجل وامراه. لا هي في زماله، ممكن تكون زماله عمل، زمالة كلية، زمالة دراسة، لكن الصداقة لا، الصداقة لها حدود. حرام طبعا حرام. المفروض ان احنا يعني مؤاخذة الشرع والدين بيقول ان المفروض ان يبقى في حاجة اسمها حرام وحلال، احنا لازم نطبق الحرام والحلال بس، يعني المفروض ان احنا نبقى عارفين ايه الصح نعمله وايه الغلط ما نعملوش. لا في حدود الدين والاخلاق والادب والتربية بتاعت الاسرة، لا اكثر ولا اقل من هذا. احنا دلوقتي مش في بلد اوروبيه، يا هو صديق يبقى صديق بمعنى ان هو محترم ويكون انسان كويس بس، لكن ما يبقاش صديق بالمعنى الناس ان يخرجوا مع بعض ويتمشوا مع بعض، مثلا يذاكروا مع بعض بتاع، لكن صديق في الشغل بس، صداقه بعد الشغل ما ينفعش. والله هو مش موضوع عيب ولا حرام، هو الموضوع ان مجتمعنا هنا مش بيفهم الموضوع ده صح. يعني في ناس تقول لك غلط ان البنت تكلم ولد، مع ان الكليات كلها والبنات مفيش بنت وما بتكلمش ولد ولا ولد بيكلم بنت، ف لازم يكون يعني في حدود للصداقه دي. يعني انا بصراحه من ناحيه الشرع ومن ناحيه الدين هي حرام، انا شايف ان هي حرام وما تنفعش خالص. يعني هي حرام طبعا، بس مش هقول يعني احنا شعب شرقي وشعب مسلم ماشي، مش هقول في خط فاصل بين الاثنين او شعره صغيره قوي. عيب في صداقه بين ولد وبنت، اي صداقه بين ولد وبنت ما اعتقدش ان هي صداقه محلله. يعني طبعا احنا شفنا تضارب الكلام وكلها بتقع ما بين الحلال والحرام، احنا ما كناش ده الغرض ان الحلال والحرام، هو ده سؤال من ضمن الاسئلة العدة اللي لازم الاب والام يكونوا مستعدين ليهم في مرحلة المراهقة بتاعة الولد والبنت، لان احنا دلوقتي اغلبنا كعائلات عندنا شباب سن المراهقة ومن الجنسين البنات والصبيان، واغلب الحالات في مصر في مدارس مشتركة من صغرهم. فنرجع تاني بقى يا دكتور مدحت للسؤال وللتجهيز الأب والأم للتعامل مع المراهق أو المراهقة اللي في البيت، واحتوائهم واحترامهم واحترام آرائهم، حضرتك شايف إيه بعد التقرير؟ هو الحقيقة التقرير دوت لفت انتباهي لحاجة كلنا بنعاني منها حاليا، اللي هي فكرة إن إحنا عايزين نقول بكل حاجة بالظبط. يعني ليه عايزين نصمم كل موضوع ندخله حلال أو حرام، عايزين ندخله صح او غلط. أيه. احنا النهارده مؤمنين ان في نسب من الاختلاف موجوده على الـ على الـ على, الـ على الساحه يعني. أيه. لما تبص حواليك هتلاقي طبقات اجتماعيه، هتلاقي طبقات اقتصاديه، هتلاقي طبقات ثقافيه، هتلاقي مجتمع، تكوين مجتمعي له نسيج صحيح نسيج بيربطه اشياء كثيره جدا، ولكن هذا النسيج فيه بؤر كثيره جدا مختلفه عن الاخرى، يعني كلها يعني يبان في الاخر نسيج المصريين، ولكن كلنا من تحت هذا النسيج عارفين ان التكوين بتاعت مثل هذه البؤر مختلف. أيه. على حسب الطبقيه وعلى حسب الثقافات وعلى حسب درجه التعليم، حاجات كثيره جدا متباينه تقدر تبين او تقدر تكشف لنا هذا التباين او هذا الاختلاف في المجتمع. أيه. فاحنا ليه مصرين ان احنا نجد تعريف ونعممه على الكل ان هذا يبقى عمل كذا يبقى كافر، هذا عمل كذا يبقى غلط، هذا عمل كذا يبقى حلال، هذا يا سيدي لا ده 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 في احد الائمه سئل يعني اكثر من 30 سؤال فجاوب على 7، فقال انا يعني اتهم بالجهل ولا يعني ما اكبش على وجهي في النار، بمعنى ان هو ما يفتيش
ما كلمه حلال او حرام هذه فتوى، من قال لا اعلم فقد افتى، فقد افتى. فهو المفروض ان احنا كشعب كثقافه، ده في حاجه في عند الهولنديين بيسموها تيبيكال داتش انسر. ايه تيبيكال داتش انسر ديت؟ اي دونت نو، اللي هو الاجابه المثاليه الهولنديه التيبيكال، اللي هو اقول له طب انت ازاي بتقول كده وده تخصصك؟ قال لي انا عندي 95% شور مش 100%. قلت له يعني انت لو 100% ما تقولش، قال لو مش 100% ما اقولش. احنا هنا لو حتى 1% بيقول، ما دي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نبطلها من ضمن السلوكيات السلبيه يعني. أيوه. فهو اللي حصل دوت ايه، ان انا اساله سؤال اي حد من اللي جاوب، طب انت بقى بنتك بالفعل في البيت عندها اصدقاء ولا لا؟ انت بتقول اه، لكن بالفعل بقى كنسيج مجتمع وهل هو موجود؟ وهل هو عارف ولا ما يعرفش؟ دي قصه ثانيه بقى، ده ودي ابشع. ما لو مش عارف تبقى دي مصيبه. بالظبط، لو عارف وبيقول كده يبقى كذب كذبتين. لا، وبعدين هو لازم يعرف ان احنا القصد من الصداقه مش بس انهم مش معناها انهم متصاحبين، هو معناهم ان هم بيتكلموا مع بعض كاخوات كاصدقاء كزملاء ك يا سيدتي. حتى لو هو ده شرعا، انا مش راجل شرع ولا اي حد فينا راجل شرع عشان يفتي، فهنقول لو حتى لو شرعا ده مش مفروض، لكن احنا بندرس النسيج المجتمعي بتاعنا عامل ازاي. ما نحطش راسنا في الرمل ونقول لا احنا مش كده، لا احنا كده. حتى لو انت يا سيدي يعني النهارده ما بتشوفهمش على الفيسبوك، لا طبعا بشوف، وبتشوف هل دي صداقه؟ مش بيقول اكسبت ماي فريندشيب، يعني بتبعت له ايه طلب صداقه. ايوه، يعني حتى لو هو من صداقه على لكن صداقه. أي. فاحنا لو ما اعترفناش ان هو ده موجود في المجتمع، يبقى احنا في حته والمجتمع بتاعنا في حته والواقع بتاعنا في حته. طب لو نرجع لموضوعنا، يعني انا بشوف لو تسمح لي اقول حضرتك رايي، ان أسس تربية المراهقين بتبدأ من سنة أولى جواز. حقيقة. وأسس العلاقة ما بين الأم والأب، هل هم أساسا غير أن هم أزواج أصدقاء ولا لأ؟ متهيألي لو البنت والولد كبروا على أن أمهم وأبوهم أصدقاء وفي حوار مفتوح وفي حوار لطيف شغال، هيبقوا كده. هو أهم حاجة يكون المثل. أيوة. يقولك المدير الناجح اللي هو بيضرب المثل للموظفين اللي تحت ايديه. ايوه، لو مثلا مدير الاضاءه بيبقى موجود هنا هو اللي بنفسه قاعد بيظبط الكاشه وقاعد بيظبط الاضاءه وكذا، فتلاقي العامل بيحب قوي، عامل الاضاءه بيحب قوي ان هو يبقى ايه شغال معاه. أيوة. لان هو كمان بيديله ايه، بيديله القوه في ايه، في ان بيعلمني. مظبوط. فالاب برضو الناجح او الام الناجحه اللي هتضرب المثل، انا عايز اعلم ابني انه ما اكذبش، انا اكون اخر واحد ممكن اكذب. لو انا عايز اعلم ابني على الصراحه لازم يتعود مني ان انا دايما بتكلم بصراحه. مظبوط. لو انا عايز ابني يبقى جريء وعنده شخصيه، ما اقعدش كل شويه اقهر فيه واقول له لا كده ما ينفعش اعمل بطريقتي، مش حاسس بطريقتي، في حاجه اسمها نقعد نتكلم ونتحاور. أيوة. واسمع وجهه نظرك عشان اخليك تحس بذاتك. لو انت كأم عايزه مثلا طفلك عايزه تعمله اكله معينه، مش فارقه معاكي بطاطس يعني بيوريه ولا بطاطس مقليه. ايوه، اساليه، خليه يحس ان عنده شخصيه، بيقرر حاجه من اللي بياكلها مثلا. ايوه، مش هكلفك حاجه يعني. هي انت بالنسبه لك لما تحسبيها انا مش عندي مانع ان انا اعملها كده او اعملها كده، بس لما اسال وادي له الاحساس ان له كيان وان هو قادر على تقرير حاجه زي ديت، هيبقى سعيد جدا ومبسوط جدا. فاذا ده ضرب المثل قلنا عليه مهم جدا. أيوة. ثواب العقاب، ثواب العقاب ده من اهم واخطر الاشياء اللي بنعملها، اللي بنقول للناس عليها، ودي بنعلمها لهم من سنه اولى جواز. ايوه، لان النهارده لو انا النهارده عايز يعني شريكي عمل مشكله، هل انا لازم اروح اعاقبه عشان احسسه بالجرم؟ هو هدفي ان انا اعبر عن مدى تاثري و و و و و وان انا بقيت يعني متضرر من فعلك، ولا هدفي ان انا انتقم وارد لك الصاع صاعين؟ يبقى اذا النهارده ده ادراك اللي احنا قلنا عليه من شويه. أيه. اللي بيجي بالانصات، فهو برضه نفس الحكايه. لو انت فاهمه ان العقاب ده هو الغرض منه تعديل سلوك الطفل، يبقى انا مش هدفي ان انا اضرب ولا هدفي ان انا اهين، لان الضرب ده ممكن يكون عواقبه والاهان امام المجتمع لها عواقب قد تكون خطيره جدا 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 على الطفل بدون ان ادري. مظبوط. فاذا الثواب والعقاب برضو من الحاجات اللي هي الايه، اللي بتتعلم ازاي امتى ادي الثواب وايه ده. يعني مثلا ناموسك صغير، انت لما بتغلطي مش بتبقى حاسه بالذنب شويه؟ طب حاسه بالضعف؟ طب شويه عامله 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 جرم، عامله فعل. أيوة. مهما كانت حجم الجرم قد ايه وحجم الفعل، طبيعي جدا الضعف دوت.
لو لقيت ان اللي قدامك اللي انت المفروض اخطات في حقه اللي هو مديرك مثلا وانت داخله عليه راح مبتسم اتفضلي يا حنان اقعدي قعدتي تشربي ايه تحسي بايه؟ راحه شال حمل من عليا. لكن لو هو بقى ايه نظر لك شزرا ومنفعل تبقي انت قاعده عماله ترتعدي متخيله ان هو كده عشان ايه الجرم اللي انت عملتيه. ايوه. فاذا نفس الحكايه الاب برضو لما يجد ان الطفل او الطفله بتغلط او بتعمل حاجه غلط بتبقى في منتهى الضعف. طبيعي ان انا احتويها. تعالى ابني اقعد عملت ايه النهارده يومك كان عامل ازاي انا عارف ان هو عمل حاجه. ايوه. وصلت لي يعني. ايوه. ما عرفت ان حد اخوها قال لي اخوه قال لي مامتها حكت لمامتها فمامتها قالت لي المهم ان انا اديها الاحساس ان انا مش جاي هنا عشان ماسك اللي هو السيخ المحمي واحطه صرصور ودنه. تاخد احساس بالامان يعني. احساس بالامان. أيوه. وبعد ما نقعد وتهدى خلاص احتويتها انت عملت كذا عملت كذا عملت كذا وده غلط وده احنا متفقين عليه قبل كده ويا ريت كنا متفقين عليه يا ريت عشان العقاب بدون اسباق او سبق. احنا لو متفقين عليه قبل كده هي اللي هتيجي تحكي مش انا اللي هعرف من بره. وحتى لو هنقول لو خافت برضه هنقول عشان لسه عندنا عيوب متاثره قوي طبعا هو ده الايديال لكن لو هي برضه لسه خايفه تعمل ايه؟ هيبقى انا برضه نبهت لان النهارده ينفع ان انا اجي اقول لحضرتك مثلا الشارع ده اتجاه واحد فجاه كده وكان امبارح اتجاهين او عمري ما قلت اتجاه واحد ما ينفعش. لكن لو انا منبه من اول ان ده اتجاه واحد ومنبه ان الفعل ده عليه خطا وعليه عقاب ويخطئ الطرف بعد كده يبقى خلاص تعالى بقى المساله بقت سهله جدا مش هنخش في ديبيت. فده محتاج من الاب والام ايه ان هم يقعدوا مع بعض الاول ويبتدوا يقرروا احنا شايفين ان المواضيع دي بتتعالج ازاي ولو هم جم حضروا الكورس هيتعلموا معلومات اكتر ازاي يعملوا ثواب والعقاب. اصعب مرحله في الاربع مراحل في الكورس بالنسبه لحضرتك ايه؟ اخر مرحله. اخر مرحله المراهق ده اصل هو المراهقه تعريفها في اللغه العربيه الراهق جاي من فعل راهق اللي هو ايه؟ راهق اقترب من النضج. اوكي. فاذا هو راهق على النضج. ايوه شارف يعني. شارف على النضج. فهي الفكره كلها ان الناضج ده في جزء في المخ كده بيسموه الجادجمنتال بارت بيبتدي ينمو اللي بيحكم مرحلة. اللي بيحكم على الحكم اللي هو بيحكم على الاشياء بقى ويقيمها زي ما بالظبط تلاقي البنت زي ما بقول لك في مرحله كده جايه انا عايز اتجوز ده لما اتجوزتوش انا هعمل في نفسي حاجه بالظبط هي متخيله ان هي عايزه تتجوز ده وبعد سنتين بس لما يكتمل هذا الجزء بتاع الجادجمنت ده تقول ايه اللي انا كنت هعمله ده يعني هي تستعجب من نفسها بس كان نتيجه ان هذا الجزء غير مكتمل عندها فهو الفتره دي بتبقى فتره حرجه جدا على الاب والام كمان لان هي بيسموها بقى تفاوت الاجيال ايوه ومع دخول بقى حاجات جديده بقى زي العولمه وزي الطرق الجديده في الاتصال والتواصل بين الناس وبعضها بيحس ان الاب ايه يعني انا اسف في اللفظ جاهل شويه او الام فقدوا خيوط اللعبه خلاص فقدوا خيوط اللعبه بالظبط كده فيبتدي هو عايز يسمع قبل ما يقول طب انت بتعترض على ايه؟ ده الناس كلها بتعمل كده معقول الناس كلها بتعمل كده؟ ده ابن اخوك بيعمل كده ده ابن اختك بيعمل كده انت مستغربه عليا ليه؟ فانت المفروض النهارده لو هتمنعي حاجه لازم تبقي متاكده انك انت ما بتعملهاش او حد من عيلتك او من طرفك بيعملها طبعا عشان تبقي قدوه بس فهي دي اصعب مرحله مرحله المراهقه طيب وظاهرة الجواز البدري أنهي سن مناسب للزواج؟ هل بعد نهاية الجامعة أو بعد نهاية في دلوقتي أنا بشوف بنات بتتخطب بعد المدرسة تدخل الجامعة مخطوبة فبتبقى النتيجة حاجة من اتنين يا إما بتفسخ الخطوبة بعد الجامعة ده بيبقى يعني أو قبل ما تخلص الجامعة توصل مثلا 70% يا إما جواز بيكمل وكبرانين مع بعض ومكملين مع بعض مشاكل تبتدي تظهر بعدين ايه انسب سن بنتكلم على المنطق طبعا ما نقدرش نعمم لكن منطقيا انسب سن بالنسبه للبنت وبالنسبه للشاب انا دايما ليه راي ما بيعجبش ناس كتير انا بقول دايما ان البنت يجب ان تحتفل بعيد ميلادها ال 25 في بيت ابوها بنتي هتفرح بحضرتك قوي كده انا بقول يعني عيد ميلادها ال 25 عيد ميلادها 25 ايه حضرتك بتعلميها بتخش الجامعه تخلص 22 21 مفروض طبيعي جدا لازم يحصل حاجه اسمها التكيف فتره التكيف والتاقلم مع المجتمع الخارجي ودي بتحتاج لسنتين الاحتكاك بسوق العمل الاحتكاك بسوق طب ولو هي بقى محتكه وانا مش بتكلم على بنتي انا بتكلم عموما يعني دلوقتي في بنات كتير جدا بيشتغلوا من وهم في الجامعه بيشتغلوا في اوقات الصيف وبيشتغلوا وبيسافروا ومنفتحين والحياه خلاص عرفوا كل حاجه وجربوا كل حاجه دول بقى لازم نقف عندهم شويه ايوه دول لازم انا وانتي نرفع لهم القبعه ونرفع لاهاليهم كمان القبعه
لان انا بقالي يعني باع طويل من السنين ومن الايام بطالب بهذا الموضوع. أيوه. ان البنت والولد يخرجوا للعمل في سن الثانوي، لازم ينزل في سن الثانوي، مش عيب مهما كان عندك من ملايين لازم ينزل يشتغل. ايوه. انا مش عارف اقولك انا نزلت اشتغلت ايه وامتى من ثانوي. أيوه. نزلت اشتغلت كل الاعمال اليدويه اللي ممكن تتخيليها لغايه لما بقيت قبل الجامعه بسنه، كنت انا بسافر وبجيب حاجات وببيعها، كنت ابتديت خلاص بقيت ناضج بمعنى الكلمه. كويس. وعشان كده لما جيت اعتمدت على الحياه كنت بدري معتمد على نفسي، وانا في الجامعه كان عندي مشروعي الخاص بتاعي انا. القصه كلها ان انا بقول عليها انك ادي ثقه لابنك وبنتك، ما تستعرش تقول اصل انا ابني اشتغل ليه ومحتاج. لا يعني احنا بنتكلم على البنت دي اللي هو سن التكيف ده لحد 25 دي في حاله ان انا ما اشتغلتش قبل كده. الأغلبية. طيب والولد ده كمان مش بس 25، ما هو تعالي نحسبها بالورق والقلم. هي ليه فيها نسبة عنوسة؟ ما هو النهارده لما يجي البنت تتخرج عندها 21 سنة. أيوة. والولد يتخرج عنده 21 سنة. أيوة. وعندنا 10 سنين من الولاد متخرجين اللي هم عندهم 31 سنة. أيوة. اللي هم سابقين دول. فهي البنت النهارده اللي عندها 21 سنة اللي لسه متخرج ده جاهز؟ لا. يبقى اذا النهارده هي عشان تفكر في مين؟ في ابو 31 سنه. ابو 31 سنه. أيوة. فاذا عندي 10 مراحل ابو 31 سنه سابهم قبله، اللي عندها 30 سنه 29 سنه اللي هم قبله. ايوه. فاهم؟ ال 10 اللي قبله دول سابهم فبقوا متراكمين. فاذا دول عايزين مين؟ وهكذا. فهمت قصدي؟ فدايما في جاب 10 سنين. عشان كده يقول لك ايه نسبه العنوسه عند البنات كثيره. بس هي القصه كلها عباره عن حالات، ده طبعا من ناحيه اقتصاديه. ايوه. ولكن الاكثر من دوت تزمت عقول اباء البنات. ايوه. لانه معتقد ان الماده اهم، معتقد ان لما بنته تاخد واحد عنده شقه كام اوضه وهيجيب لها كام اوضه وهيجيب لها عربيه ولا لا، ده اهم لبنته. وغلطان طبعا، كلنا اتجوزنا مش بالمنطق ده، والجيل اللي قبلنا والجيل بتاع حضرتك وجيلي انا اللي هو قبلكم برضو ما اتجوزناش بالطريقه ديت. ليه؟ لان هي القصه كلها كانت عباره عن ايه، مين الراجل اللي هحمله مسؤوليه بنتي، اللي هستامن عليه بنتي. لكن النهارده اقول لك ايه، يقول لك مش مشكله ابوه جاب له الشبكه، مش مشكله مامته جابت له الشقه، مش مشكله. لا. طب انا لو جالي واحد بيقول لي مامتي هتجيب لي وبابا هيجيب لي، انا هطرده. انا عن نفسي هطرد، ما عنديش بدل الجواز. صح. انا عايز راجل. يبقى الراجل بالنسبه لي انا هو ايه، القادر على كسب قوت يومه اجوزه بنتي. يبقى برضو مرجع، يعني عايزين نرجع برضو سن الزواج المثالي. ما انا ما اقدرش احديها عشان ما احنا مش عايزين نقولها رفلي كده يعني. لغايه 10 سنين كويس. فرق 10 سنين بين الرجل والمراه معقول؟ لا فرق 10 سنين. لا انا بتكلم على ان هي تتجوز وهي عندها كام سنه وهو يتجوز. انا قلت 25 يبدأ. بقى 25 الولد والبنت؟ لا قلت هي 25 وفرق 10 أكثر سنين. قلنا ايه؟ يبقى لغايه 35 كويس. لا 10 سنين فرق بين ال ده الماكسيمم. ده الماكسيمم. اه كتير. لا انا شايفه مش كتير في الجيل اللي احنا شايفينه بالتربيه اللي احنا شايفينها اليومين دول والتفتح. علشان حضرتك قصدك مثلا عشان يبقوا مواكبين ان هما الاثنين. انا قاعد امبارح وسط جماعه اصدقاء يعني. ايوه. فكان فيهم اعمار سنيه متفاوته، فقاعد سامع دوشه ولا وبيجيبوا اسماء ايه ممثلين اجانب، تشاك نوريس ومش عارف ستيفن سيجال وايه. فانا وشفته لما دخل ففكرت بيتكلم على فيلم، بيقول لهم فيلم ايه؟ قال لك لا ده اخر جيم في البلاي ستيشن. لا تعقيد يعني. لا تعقيد، ملهاش تعقيد. ملهاش تعقيد. يعني اذا كان ده حال اللي عندهم 32 33 سنه، هو ده الحاجه اللي بتشغل باله. فين القضايا الاجتماعيه؟ فين القضايا الاسريه؟ فين القضايا السياسيه؟ لو لون في القضايا الفنيه؟ فين الهوايات اللي بنمارسها؟ فين الحياه اللي عايشينها؟ لا احنا عايزين غساله قويه جدا عشان نغسل فيها كل المساوئ دي كمجتمع. في مصر كمان حاجه اللي هي هرشه السنه السابعه زي ما بيقولوا، يعني يقول لك لو عدت اول سنه جواز كويسه قوي يبقى هيعدوا، لكن لو في ناس بتتخوف من السنه السابعه. ايه يعني؟ ايه علاقتها؟ ايه؟ بصي انا بقول ايه، انا بقول ان هم عاملين زي فرعي النيل، فرع رشيد وفرع دمياط، الى ان يلتقوا ويعملوا ميه كده لطيفه كده للنيل متوحده. في ناس بقى سميتها 7 سنين، في ناس سميتها 3 سنين، انا بديها 6 شهور لو تم تطبيقهم صح. ولو ما تمش تطبيقهم صح وفضلوا يعفروا هما الاثنين، يبقى ده اللي احنا بنشوفه اللي مرصود واللي رصداه محكمه الاسره اخر تقرير طلعوه 2010، ان نسبه الطلاق الاعظم في السنه الاولى. اوكي. مش السبعه.
الاولى. ما هو عشان كده بقول لحضرتك في ناس بتتخوف قوي من الاولى، يقول لك خلاص ما دام عدت يبقى التخوف الثاني من السبعه. لا ما خلاص بقى لو عدت دي صح بطريقه صح. أي. مش عدت باللي انا قازم الغيظ وهي قازمه الغيظ. لا عدت صح، عدت يعني قعدنا وفهمنا. انا بقول ليه بقى ست شهور؟ لان انا بقول لو طبقوها صح ست شهور من المشاهده. اي حد متجوز جديد قدامنا دلوقتي، اي واحد واحده، اي ام بتنصح بنتها يا بنتي ست شهور اتفرجي وبس، ما تتفاعليش لا مع امه ولا مع اخته ولا مع اصحابه ولا معه هو شخصيا. اتفرجي افهمي. انت لما بتروحي بيت جديد حتى لو بيت اختك واول مره تخشيه تعملي ايه؟ بسكت واستاذن على كل حاجه، وحتى قبل ما اتحرك في البيت بسال ممكن اخش كده، ممكن اعمل كذا. ليه؟ عشان لسه ما اعرفش. ايه بس ده بيتها، ده حرجة، ده بيتها مش بيت اختها. سبحان الله. وده جوزها اللي هي اختارته ووافقت عليه. يا سيدتي ايه المانع؟ ايه المانع ان انا اتفهم واعرف؟ ايوه تتفهم، لكن مش لدرجه انها ما تعلقش وما تعترضش وما تتفهمش. لا اقول اتفرج، انا ما قلتش ده معناه سلبيه، انا قلت اتفرج بمعنى ايه؟ براقب ان هو وهو جاي من شغله دايما بيبقى عنده شويه ستريس كده، بياخده معاه نص ساعه وبيفوق لوحده. كويس. لو انا دي مش دي اسمها مشاهده، ده في يعني حضرتك بتسالي دايما على الدراسات او على ارقام. ده في اهم من اهم من انواع الدراسات الموجوده حاجه اسمها الاوبزرفيشن ستادي، الملاحظه، دراسه على الملاحظه. ان حضرتك بتراقبي وتشوفي دي كظاهره بيسموها رصد الظواهر او المظاهر الاجتماعيه. ايوه. فانا النهارده المفروض اول واحد او اولى اعمل معاه مين ده؟ ابني، بنتي، مراتي، جوزي. فانا بقول له هم طبقوها مع بعض صح في اول سنين الجواز بقى، ها عشان ما نقولش كام سنه نستنى نصبر على بعض. حد يقول سبع سنين؟ سبع سنين قاعدين بنعمل ايه يعني؟ قاعدين يا ترى هتطلق لا مش هتطلق؟ لا لا لا، هم مش بيقولوا كده، هم بيقولوا ان دايما يعني دي اللي دايما بتتقال، وحتى دي دراسات في امريكا، ان دايما الراجل بعد سبع سنين بيحس بالملل الشديد من زواج ويبتدي يدور على حد تاني. لو مراته ملوله هيحس من اول شهر؟ لا هو مش محتاج سبع سنين عشان يحس بالملل. انا بحكي بسال حضرتك على دراسه وعلى شيء يعني، حتى في فيلم اسمه هرشة السنة السبعة بتاع مارلين مونرو، يعني ده حاجة مشهورة جدا. دي ستادي. بص مع اول ما ريسبكت كل الستاديز اللي بتجيلنا من بره، بس ساعات بتبقى الستاديز لازم يكون ليها اولا عدد من عينات او العينة بتاعتها محترمة، يعني لازم يكون قايل لنا من اي طبقات مجتمعية، من اي اعمار سنية، الخلفيات بتاعت الراجل والست، دي كلها امور لازم تعتبر في الدراسه. والا انا اعتبر ما اقدرش اقول ان هي دراسه مش مظبوطه، ما اقدرش افترض ما قريتهاش. انا لا مش بعممها، انا شايف ان هي اول سنه هي اخطر سنه. اخطر سنه لو عدت صح، اسسوها صح. أيوة. انا بسميها عامل زي بالظبط اللي بيرمي المسلح بتاع الايه الاساس الاولاني خالص. ايوه لو اترمى صح هتلاقي اللي بعديه كله ايه، لو طوبه وقعت مش مشكله اجيب غيرها، لكن الاساس موجود ومتين. فانا بشوف ان اساس العلاقه الزوجيه في اول سنه. طب احنا ناخد دينا من القاهره. الو مساء الخير. مساء النور. مساء النور. من فضلك كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي. هو يعني انا شايفه ان هو ممكن يكون بعيد شويه يعني عن الموضوع، بس يعني عايزه اعرف يعني ايه هو في السنه الاولانيه لو الست عرفت ان جوزها بيعرف حد عليها او يعني بيتكلم مع حد او بيرغي مع حد في التليفونات او كده، ماشي، وهي سكتت وكملت وعلى هذا الاساس ان الاوضاع ممكن تتغير، فده يعني صح ولا غلط؟ وايه التصرف الامثل للست لما تحس ان جوزها بيعمل كده من وراها؟ احنا ادينا لسه بنقول حالا دلوقتي بلاش تخمين، بلاش تفترضي تقولي ما هو انا هسكت ومش هعمل حاجه. لا هو حاجات حقيقيه يا فندم، حاجات حقيقيه يعني، حاجات حقيقيه انا شفتها وعرفتها. لا انا ما قصدتش على الادله، انا قصدت على انت قلتي افترضتي ان انا هسكت ومش هتفاعل ومش هقول حاجه. لا هي مش متفاعله ومش بتقول حاجه، ده هي يعني هي شافت وحست وعرفت. انا فاهم ده فاهم، بس هي بتقول ايه بقى؟ انا قلت يعني قلت اكيد يتغير، اكيد هيبقى اكيد ده فرض، ده افتراض هنا ان انا هيبقى احسن. ليه ما وقفتيش ساعتها؟ كان ده لازم، ده من المواقف اللي انا بنصح لازم المواجهه، ولازم المواجهة الصريحة، ما يبقاش زي ما بيقولوا بالغمز أو باللمز أو بالإسقاط، لازم تكون مواجهة صريحة جدا. أنت بقالك كام سنة متجوزة يا دينا؟ لا بقالي 8 مثلا. 8 سنين ومن أول سنة وأنت شايفة حاجة زي كده؟ من أول سنة وأنا شايفة كده، بس كانت هي دي نصيحة معظم الناس يعني، إنه تجاهلي طنشي والمواضيع دي هتنتهي، دي كلها حاجات بسيطة يعني معظم الرجالة بيقعوا فيها وكده يعني. ما هي دينا ماما بتبقى خايفة على نفسها إن بنتها تبقى مطلقة. أنا مش عايز أظلمها يعني،
بس هي خايفه من ده فبتقول لك اصبري، يعني عارفه اللي هو ايه يعني. هو بالضبط ده اللي حصل، بس الوضع ما اتغيرش يعني للاسف. لكن انا شايف ان المواجهه مش معناها الانفصال، انا شايف ان المواجهه كان فيها نوع من انواع ايه، انا مضروره نفسيا من هذا الفعل، من فضلك ما تعملوش تاني وانا هتحمل. يعني فاهم قصدي ايه؟ كل ما هي بتسال بتقول واذا ما استجبش. يا سيدتي ما انت ليه بتفترضي؟ انا مش عارف حياتنا كلها تبقى فرضيه. يا مدام دينا انا عايز نفس الناس كلها تسمعنا، ما تخافش يا جماعه، ما تخافوش. تخافوا من ايه؟ اقعدي وواجهي معاه، مش معناه داخله معاه حرب ولا هغلط فيه ولا ههينه ولا هقل من كرامته. تعالى انا متضرر نفسيا انك تعرف حد عني، قول لي لو انا في حاجه معينه متوقعها مني ما بعملهاش، لو انا في حاجه بعملها بتخليك تهرب مني او بتخليك تطفش مني قول لي. ده انا دايما بشجع الناس على الصراحه، بس للاسف احنا في بيوتنا مش كده. فالبنت والولد معذورين، هو هي بتبقى خايفه من مخاف كتير جدا. ما عندناش حد بيطلق، ما كل الستات كده، ما كل الرجاله كده. طب ولادك تعمل فيهم ايه؟ ما كان طب معلش دينا ممكن اسالك، هي نفس الواحده ولا كذا حد ولا هو متعود على هي نفس الواحده؟ طب هي نفس الواحده دي كارثه ثانيه. طب ما حضرتك اديها النصيحه، عايزين نعرف ممكن الموضوع ده يتعمل فيه ايه. اصل من اول سنه جواز انا مش مقتنع ان هو قاعد مع واحده بس 8 سنين او 7 سنين. 8 سنين اه متجوزين يعني اتجوزوا؟ لا هي لا هي لا. لا هو اللي هو بيعرفها مش جواز. لا مش جواز، انا ما يعني انا ما اعرفش، انا ما مش واصلني طبيعه العلاقه ايه يعني، انا ما اعرفش حقيقه العلاقه ايه. اصل يعني علاقه مستمره مع رجل وامراه وهو متجوز 8 سنين او 7 سنين فدي انا مستغرب لها شويه. الا اذا كان في عموما انا شايف المواجهه بس مش بشرط بالشرر ولا بقصد التجريح. هي المواجهه تعالى انا نمل علمي كذا والدليل بتاعي كذا وكذا، فعايزه تقعد تفهمني ايه الموضوع. طب هو عارف انك عارفه يا دينا؟ ما اعتقدش. هو مؤخرا عارف خلاص. مؤخرا عارف ان هي عارفه. انت قلتي له ولا عارف منين؟ انا قلت له وحبيت اعرف يعني الدنيا فيها ايه، وبعدين هو انكر ان في اي حاجه وان دي علاقه عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله، وان انا جيت هيؤثر مني وخلاص. يعني دي حاجه مش ملهاش يعني ملهاش مش مؤثره في حياتي. طب ما هي مدام دينا دايما بنقول حاجه مهمه جدا يا مدام حنان، يعني كل بنقول كل الناس يا جماعه انت بتقيسي مدى ضررك ازاي؟ بالضرر الواقع عليكي انت، يعني النهارده بتقولي ايه هو بيتصل بيها او بيتكلمه في التليفون، هل مقصر في واجباته تجاهك؟ هل مقصر في عاطفته تجاهك؟ هل مقصر مع اولاده؟ هل مقصر مع بيته؟ ما هو النهارده لازم انا اقيس الفعل بالضرر، لو ما قدرتيش تثبتي ما قد تكون هي مرتبه الشكوك اللي انت حساسه تجاهها شويه، يعني ما انا مش عارف برضو الخلفيات، يعني هل المفروض ان الخيانه اللي انا بقول عليها يستحق معها طلب الطلاق هي الخيانه التي تؤدي الى الزنا؟ لكن لو خيانه تليفون، واحد بيقول ايه بيتكلم في التليفون مع واحد، طب ما ممكن تبقى هي مثلا إيه؟ طب هي مثلا زميلته في شغل او زميلته في عمل او دينا واضح ان خلاص ممكن تبقى زميلته في شغل مثلا زميلته في عمل. قلت لها انت معاكي الدليل الدامغ لما تقعدي معاه، بص انا عرفت كذا ودليلي كذا، ده اللي انا قلته. ايوه فلازم يكون معايا الادله، لكن هو انكر. معنى كده انكر يعني ايه؟ ما كانش فيه دليل. ايوه ما كانش فيه واحد اثنين ثلاثه. الحاجات اللي زي دي الموضوع وبتجيب احباط، يعني هي حتى صوتها محبط. صوتها واضح انه محبط طبعا، يعني يبقى لها 8 سنين. وما بالك بقى مع الاطفال بقى، ده جزء ثاني. لو قعدنا مع مدام دينا لو قعدنا مع مدام دينا بقى وسالناها اطفالك عامله ايه، هتلاقي برضو في بعض المشاكل، بقت عنيفه شويه، بقت عصبيه شويه، بقت ممكن تطلع التنفيس بقى اللي بيجي لها من نتيجه ظنها وشكها ان جوزها بيخونها بيطلع في مين؟ في اولاد. طبعا بيطلع في اولاد. ده بقى الضرر الكبير اللي هو اللي احنا بنقول عليه ارحموا اولادكم بيه، يعني هم ما لهمش ذنب. في مشاكل شائعه يا دكتور بالنسبه لحضرتك، مشاكل شائعه في الزواج؟ طبعا كل مجتمع وله المشاكل المتصدره. احنا عندنا هنا المقوله الشهيره جوزي عينه زي جوزي بيخني، ده المقوله الشهيره. طب احنا سمعنا الاسبوع اللي فات مراتي مصاحبه. مراتي مصاحبه وهو مش زعلان. اكشولي البنت اللي قالت، بنتها قالت بابي عارف ان مامي بتكلم حد وهي مش زعلان وهو مش زعلان وهو مش زعلان وهو مش زعلان. لا طبعا دي حاله لا يجب ان تدرس، لان هو كده كده احنا عندنا من الرجال اصناف يعني. ولكن هل ده نوع من انواع ايه؟ هل من نوع من انواع الثقه الزائده
ولا نوع من انواع الديوس او نوع من انواع ان هو واخدها بشكل علماني شويه ان هو مودرن يعني وده شيء طبيعي. فاهم قصدي؟ ففي دايما خلفيات لهذا الاعتقاد يعني او لهذا أو هذا النموذج خلينا نقول. لكن اللي احنا بنتكلم عليه بقى النهارده ان هو ما هي واحد تيجي تشتكي دايما او ستات بيشتكوا ان جوزهم او جوازهم عينيهم زايغه. فانا الحقيقه برضو ليا كلمه للستات بقولها مع ان هم عارفين كويس جدا انا قد ايه بخاف عليهم وقد ايه رسالتي تجاههم هم، لان بشوف ان الام لو صلحت او الزوجه لو صحت يعني وبقت صحيحه نفسيا المجتمع كله هيصح. ده صحيح. فانا بس انا ليا مقوله بعاتبها في حته ان الراجل عينه زايغه دي. هو الراجل له عينه زايغه لان هو مفتاح شهوته في عينيه. يعني الراجل مفتاح شهوته فين؟ في عينيه. المراه كمان ليها مفتاح شهوه ولكن مش في عينيه، فبتقاش عليها انها زايغه، لكن انا بقول عليها ودانها زايغه تسمع صح وبتعجب بالكلمات. ايوه وبيرق قلبها الكلمات بس ما يبانش عليها. لكن هو الراجل مشكلته ان هو لما بيحرك عينه يعني هي القصه يعني عينه زايغه يعني ايه؟ هو شاف حاجه ماشيه فعد كده فقال ابص بيبص. طب هي ليه ما فكرتش اللي عينه زايغه ان هي مش ماليه عينه؟ يعني هي مش عامله في نفسها اللي يخلي عينه ما تزوجش. ده يعني بقى ده اللي بنقول عليه بقى، ده اللي بنقول عليه ان هو ايه؟ انك انت قبل ما تتهميه هذا الاتهام اشوف انا الاول عامله ده ولا لا. صح. في عندنا طبعا نواحي كثيره جدا اللي هي فكره بقى ان انا اصل بتكسف، اصل الحياء، وبنفسر الحياء بشكل غلط جدا، لان الحياء مع الزوج يعني بصي انا عندي حاجات كثيره جدا بس بنقول احنا هنصبر وشويه شويه ان شاء الله. انا متفائل جدا يعني دايما هنقول مدرسه الجواز او غير مدرسه الجواز او الحاجات اللي بنقدمها في التلفزيون زي ما حضرتك دلوقتي لازم نفهم كل اب وكل ام بيسمعوا الموضوع مش موضوع رحله نزهه، ده تاسيس مجتمع، ده احنا بنكون مصر جديده. يعني مصر الجديده بعد 20 سنه هي اللي بنعملها دلوقتي. في الاسم التايتل بتاع حضرتك استشاري العلاقات الزوجيه والعاطفيه لفت نظري حكايه العاطفيه دي، اتكتبت كده ولا هو كده فعلا؟ لا اتكتبت كده. اتكتبت كده هي الاسريه الزوجيه والاسريه بس العاطفيه ما هي العاطفه هي جزء لا يتجزا من 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 قانون الاختيار. لا يعني انا قصدي ان ممكن يجي لحضرتك مثلا مراهق او مراهقه حد عنده 17 18 سنه يخبط على الباب يقول انا محتاج استشاره. بيجي. لا بيجي. لان انا اصلا عندي برنامج في الراديو بيبقى ساعتين على الهواء بستقبل مشاكل الناس. ايوه. فهم بيبقوا معظمهم اللي بيتصلوا بيا 17 سنه و18 سنه وبحب وما بيسالش فيا وبحبها من طرف واحد وحاجات اللي هي الحاجات دي. انا بقول يا جماعه ان ده مش عيب، ده نحتضن الناس دي. ما هو الناس دي طالما حصل لها كده لو انا عاقبته وحطيته في الحجز يعني ما تخرجش ما تعمليش ما هيفضل كده بس بالبلوتوث بقى ولا قصدي بالتليفون ولا والبي بي ام بقى والفيسبوك. لكن لما انا احتضن واواجه ما احطش راسي في الرمل واقول لا تعالى انت بتعمل كذا تعالى ده ايه الصح وايه الغلط واعرف البنت انك انت ربنا خلقك بشكل معين وحافظ عليكي بشكل معين زي بالظبط كده البسكوته اللي هي ليها غلاف معين كده لما انت تلاقيها واقعه في الارض بغلافها ممكن تفك الغلاف وتاكليها لكن لو هي مفكوكه الغلاف عمرك ما هتفكري. فالبنت كمان كذلك ليها غلافها كده من الحياء وليها غلافها من عزه النفس. عزي نفسك وهيجي لك وقت معين هتستمتعي بيه في وجود راجل معين احنا نرتضيه ليكي وانت ترتضيه لنفسك. يعني دايما نقولها ايه؟ ان اللي عندك ده حلال ولكن اجليه لغايه لما يجي لك اللي انت تستمتعي معاه مثلا. لكن ازاي وانت كده غلط والعقاب بقى والمنع والحاجات دي طبعا بتولد اشخاص او 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 اطفال او مراهقين عندهم بقى العند لان هم بطبيعتهم هم اجرأ مننا. اغلبهم بيبقوا مفتقدين الرعايه من الاهل او السمع. انا مسميهم كلهم عايزين هرمون الحضن. عايزين حقنه هرمون حضن. فهرمون الحضن ده بيفرز حاجه اسمها الاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين دوت من الكيميكلز اللي بتعمل ارتخاء للعضلات وبتنظم ضربات القلب وبتساعد على انتظام او تقليل ضغط الدم. الحضن طبعا. الحضن الحقيقي. بس في ام تقول لي ايه والله ده لسه حضنها امبارح. لا لا الحضن اللي بيكسر الضلوع ده الحضن اللي فيه امان ده هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. انا سعيده جدا بحضرتك وعايزين دينا كانت تتواصل معنا اكتر من كده. انا مهتمه قوي بقصه دينا ويا ريت دينا تعرفي توصلي العياده عند الدكتور مدحت ويا رب ان شاء الله يبقى في اي حل. انا متاكده ان هيبقى في حل لمشكلتها دي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا يا فندم. انا اشكرك جدا جدا. في حلقه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. انا سعيد جدا اكون معاكم في قناه التحرير ومع حضرتك بالتحليل يعني. شكرا جدا. شكرا جدا. في ختام حلقتنا دايما بنقول لكل المشاهدين يا رب نكون اسعدناكم زي ما انتم بتسعدونا وعايزين دايما املنا يسبق ياسنا وخيرنا يسبق شرنا وفرحنا يسبق حزننا
وما ننساش أبدا أن الابتسامة هي أقرب طريق لقلوب الناس اللي حوالينا كلهم. وأشوفكوا دايما وفيها حاجة حلوة.